بلال ابن بلدية الشقفة المصور المبدع والحرفي الفنان، صاحب الأنامل الذهبية التي أبدعت في صنع هذه التحف الفنية بوسائل بسيطة، صففها كما يجب ليختار لنفسه مكانا في ساحة القدس ليسترزق منه صيفا. اخترت المكان هذا الذي يرمز إلى رمز جيجل. أنا نستعمل النفايات تاع الكوكياج والحطب نشكل التحف الفنية هذا. المقبلون على فضاء بلال استحسنوا هذه المبادرة التي من شأنها أن تعرف بالكثير مما تزخر به عاصمة الكورنيش. التحفة الفنية هذه يعني روعة ما شاء الله، الحيوانات يشوفوهم الأولاد يتصوروا معاهم يديو دي سوفوني غير الجيجل. الجيجل اللي باعي سيرتو في الصيف. السياح هادو اللي جا اللي دخلوا 2019 في الصيف 2019 باش يديو كما نقولوا دي فوتو دو سوفونير من جيجل. جيت نصور هنا باش ندي ذكرى إلى بلدتي بسكرة. الفنان الحرفي تعرض للكثير من العراقيل حسب قوله. كليراج ضعيف، هنا ما كانش له كليراج، درنا قداه سمانه وانا نروح لهم ندوموندي ان بيجيكتور من البوتو من فوق، ما جاوش. نطلب من السلطات المعنيه بالامر هذا لازم تسوي في الناس هذو. هكذا هي جيجل ليلا، فالمتجول فيها يستمتع بالكثير من التحف المنصوبه في العديد من الاماكن، صنعها شباب بطال فضلوا الاسترزاق بالقليل من ابداعاتهم بعد أن طالهم التهميش.